في الوقت الذي يرزح فيه أهالي الموصل تحت وطأة داعش، خرج محافظها أثير النجيفي من أحد الفنادق الفخمة في أربيل ليتحدث عن وجهة نظره الخاصة. وتميز حديث النجيفي كسابقاته بالانتقادات اللاذعة للحكومة وأجهزتها الأمنية، فيما تضمن إشادة غير مباشرة بالمسلحين. في هذا الفندق الفخم وسط أربيل أمضى محافظ نينوى أثير النجيفي ليلة الأمس، بينما افترش العراء النازحون من مدينة الموصل بعد سيطرة تنظيم داعش الوهابي على مدينتهم. محافظ نينوى طالب في مؤتمر صحفي بإحالة قائد القوات البرية علي غيدان ونائب رئيس أركان الجيش عبود قنبر وقائد عمليات نينوى مهدي الغراوي إلى المحاكم العسكرية لتركهم المحافظة، متجاهلا إنه كان أول الفارين من مواجهة داعش الوهابي الذي جامله كثيرا في المؤتمر الصحفي. أنا طلبت تقديم كل القيادات التي كانت في قيادة عمليات نينوى في ذلك اليوم تدير هذه العمليات من الفريق الأول ركن عبود قنبر، والفريق أول الركن علي غيدان، والفريق ركن مهدي الغراوي، وقائد الشرطة الاتحادية فريق محسن، وكثيرين بعضهم الأجهل أسماؤهم حتى كانوا مجتمعين يديرون العمليات في قيادة عمليات الموصل. أنا أطلب تقديمهم إلى محكمة عسكرية. أثيل النجيفي الذي انتقد في حديثه هذا ممارسات الجيش أكثر من انتقاده للجماعات الإرهابية، أكد إن متحدون ترفض إعلان حالة الطوارئ في البلاد التي دعا إليها رئيس الوزراء نور المالكي من أجل محاربة الإرهاب، واصفا إياها بالعملية الخطرة على تشكيل الحكومة الجديدة. متحدون لا تدعم إعلان حالة الطوارئ، لأن حالة الطوارئ تشكل قضية خطيرة جدا بالنسبة للعراق، وستمنع أو تؤجل من تشكيل الحكومة. ثم أن من الذي سينفذ حالة الطوارئ؟ هل هؤلاء القيادات العسكرية الموجودة هي التي ستقوم بتنفيذ حالة الطوارئ؟ عندما تعلن حالة الطوارئ وتعطي صلاحية إضافية جديدة لشخص ما، لابد أن يكون هذا الشخص مؤهلا لاستلام هذه الصلاحية. أما أن تعطي صلاحية جديدة لشخص قد أثبت فشله قبل ساعات فهذا غير ممكن. تصريحات محافظ نينوى وعدم إدانته الواضحة لتنظيم داعش الوهابي يراها مراقبون سببا رئيسيا في سقوط المحافظة خلال ساعات قليلة وسيطرة الجماعات الإرهابية عليها. صفاء المنصور، قناة الاتجاه، أربيل. هذا وكان محافظ نينوى أثير النجيفي قد وصف في تصريح لفضائية عراقية تصرف داعش مع مواطني المحافظة بالكياسة التي فاقت تصرف القوات الأمنية في الموصل. تصرف داعش مع المواطنين بتصرف أكثر كياسة من القوات الأمنية. لحد الآن لم يحدث اعتداء في المدينة. كان هناك محاولة تطمين الأهالي. الحقيقة أيضا أود أن أشير بأن ليست كل المناطق تسيطر عليها داعش. هناك حسب ما وردني من معلومات أن هناك فصائل أخرى ومجاميع أخرى تسيطر على بعض مناطق الموصل، يبدو أنها قد نسقت مع داعش ولكن لديها قدرة على حفظ الأمن في مناطقها. سيطرة داعش الوهابية على محافظة نينوى وكيفية هروب محافظها إلى كردستان أمر أثار أكثر من علامة استفهام. ظهور النجيفي في أربيل ربما واقع يهدف إلى تقسيم المحافظة تمهيدا لإعلانها إقليما بعد إخلائها من القطاعات العسكرية. مشهد الموصل أجبر الكثير على التساؤل كيف تمكنت فصائل داعش المسلحة من السيطرة على ثاني أكبر محافظة عراقية وبتعداد يقدر بنحو 3000 مسلح نشطوا في المحافظة التي يديرها أثيل النجيفي شقيق رئيس البرلمان العراقي. داعش عندما كانت يرقة حصلت على المزيد من الدعم المعنوي والسياسي وعاشت مرحلة النمو أمام أنظار الموصليين،
وأجبرت الناس على دفع إتاوات وجندت الأطفال وفصائل كبيرة من ضباط الجيش السابق، وتسلل إليها الدعم بشكل علني. هروب النجيفي من المحافظة نحو أربيل سهل كثيرا من حملة الانتهامات الموجهة إليه من خصوم سياسيين ومتابعين، من أنه سلم المحافظة إلى داعش، وأن عملية هروبه كانت محاولة للتغطية على سيطرة داعش على الموصل. تسريبات تقول أن النجيفي تمكن من الخروج من مبنى المحافظة الذي سيطرت عليه الجماعات المسلحة دون أن يواجه نيران أسلحتهم، وهو ما يضع أكثر من علامة استفهام وراء خطواته التي انتهت عند كردستان. ظهور هذا الرجل من أربيل قد يدفع البعض لتصديق رواية التقارب مع البرزاني المبني على علاقات خاصة بين عوائل النجيفي والبرزاني تهدف إلى تقسيم المحافظة بينهما، تمهيدا لإعلانها إقليم بعد إخلاء مدن المحافظة من الجيش، نظرا لدراسة أعدت مسبقا وفق صفقة سياسية. وقد يكون مشهد البيشمركة والمسلحين الذي تغيب فيه أصوات الرصاص رغم المسافات القريبة بينهما هو رهن الاتفاق الأخير. وكان النجيفي قد طالب برحيل الجيش عن المدينة، وأعلن أكثر من مرة عن اتهامه للجيش بقتل قادة الاعتصامات الذين تحولوا إلى قادة لداعش بمرور الوقت. وسرعان ما أطلق لغة جديدة تدعو الجيش لمواجهة داعش، لكنها قد تختلف بالمضمون ما دام داعش ليس وليد اليوم. على أمطار الاتجاه.